فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به. لم يذكر الحج، قد يكون ذلك لأنه جاء قبل فتح مكة وقبل أن يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: آمنت بما جئت به. فقد اقتنع بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأل عن أركانه وكبرياته، وأنا رسول من ورائي من قومي، فهو سيد قومه وهو رسولهم، جاء ليأتيهم بجلية الأمر وليصدروا عن يقين. وهذا يدل على أن ما كان من باب الرواية لا يشترط فيه التعدد، بخلاف ما كان من باب الشهادة، فالشهادة لا بد فيها من التعدد في الأصل. لو جاءك عمر بن الخطاب وشهد أن فلانا قتل فلانا، أو أن هذا المال لفلان، أو أن فلانا طلق زوجته، وأنت قاض، لا يمكن أن تحكم بشهادته وحده، لأن هذا ليس نصابا. لكن فيما يتعلق بالرواية، لو أتاك عدل واحد وأخبرك بخبر فتصدقه في روايته لأنه فرد. وضمام وحده رسول من وراءه فسيخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن خبر الآحاد معتبر في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، فهو دليل يعتمد عليه بكل ذلك، لأنه في العقيدة قال له: الله أرسلك إلى الناس كافة، هذا من العقيدة. وفي العبادات ذكر الصلوات والصوم والزكاة في أصل أخذها، وفي المعاملات ذكر قسمتها، فقسمة الزكاة داخلة في نطاق المعاملة لا في نطاق العبادة، فيكون بذلك خبر الواحد مقبولا إذا صح في كل شيء. وهذا هو مذهب الجمهور، ولكن أخبار الآحاد طبعا متفاوتة، فمنها المشهور والمستفيض، وهو الذي رواه عدد لا يصل إلى حد التواتر ولكنه عدد، ومنها العزيز، وهو من فرد به اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد، ومنها الغريب، وهو من فرد به واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. فالغريب إذا كان المنفرد ثقة يعتمد عليه، ولكنه يقوى بالقرائن، إذا احتفت به القرائن يحصل اليقين به، خبر الواحد يحصل به اليقين إذا احتف بالقرائن. وأهل الحديث يمثلون ذلك برواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فقد أجمعت الأمة على ثقة هؤلاء، وهذه السلسلة المشبكة بالذهب أو السلسلة الذهبية لدى الحديث، فلذلك يرون أن هذا الحديث الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتف به من القرائن ما يقتضي قطعا بصحته. والمتأخرون يمثلون له بما أخرجه الشيخان في الصحيح، كل حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين بإسنادهما مرفوعا موصولا، فهذا ولو كان خبر واحد قد احتفت به القرائن التي تدل على القطع بصحته. ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية: ويجزم بصحة لما قد أسند، فما أسنده الشيخان يجزم بصحته. وهذا أمر صناعي، ولذلك يتعلق هذا التضعيف والتصحيح بالصناعة الحديثية، قد يكون حديث مضعفا لدى أهل الحديث ولكنه قوي معمول به لدى الفقهاء، لأن هذا داخل في الصنعة الحديثية فقط. وقد يكون الحديث صحيحا لدى أهل الصنعة الحديثية ولكنه غير معمول به لدى الفقهاء، فهذا يحتاج إلى فقه. وهذا ما يغلط فيه كثير من المتعجلين من الشباب، كلما وجدوا حديثا صححه أهل الحديث من ناحية الصنعة الحديثية صحيح، ظنوا أنه موافق للعمل وأنه لا بد من العمل به، وحكموه على الاجتهاد وعلى المذاهب، وهذا التصور غير صحيح. ولذلك العراقي رحمه الله لما ذكر هذا الجزم قال: ويجزم بصحة لما قد أسند، قال فيما يتعلق بالصنعة: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسرد الشافعي، قلت عنه أحمد. فقال
وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، هذا بحسب الظاهر لا القطع. فذلك من الناحية الصناعية الحديثية يجزم به، لكن من ناحية العمل والدلالة ينظر إلى أهل الاجتهاد وأئمة المذاهب فيرجع إليهم في ذلك.